يا هلا ومرحبا متابعيني. اليوم الفيديو مالتنا شتوي، راح نحشي قرع او يقطين بالرز واللحمه، والمنظر روعه. واتبعوا الخطوات، يلا خلنا نبدي. راح نحتاج 1/4 كيلو لحمه، انا مقطعتها هيجي شرايح وغسلتها زين من الدم، لحم بقر. تقدرون تستعملوا اللحمه مفرومه يصير، تقدرون تستغنون عن اللحم بس تسوون خضروات، بس هاي طريقة حلوة. راح نحتاج بهارات، ملعقة كبيرة من 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة من هيل مطحون، نص ملعقة صغيرة من الكركم، نص ملعقة صغيرة من الدارسين. طبعا نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الزبدة تنطينا طراوة ولون حلو للحم، وملعقتين كبار زيت. اللي راح نسويه، راح أشغل النار وأحمس اللحم على ما يذوب وينحبس شوية عندي اللحم. فكرة حلوة، راح تعجبكم إن شاء الله. أضيف مي حتى يستوي عندي بعد أكثر اللحم، يعني أريده يستوي على نار متوسطة. وبالأخير قبل ما يخلص الماي بالضبط، أنا راح أضيف ملح، ما أريد أضيفه هسه. شوفوا هسه وقت الملح، خليت ملح الكمية اللي تحبوها، ما عندي قياس معين، كل واحد ذوقه شكل بالملح. حرك خلاص نشف المي، ها هي هذا القوام اللي أريده وهذا الشكل اللي أريده للحم. عندي هنا بازيليا وجزر، كل واحد تقريبا نص كوب، ضفت لهم ملح وداسلقهم عادي. والبصل قطعته ودا حمسه بشوية زيت، تشوفون لأن كل اللحم وهالأشياء بيهم زيت، يتحمر زين يعني اريده يتحمر. وبعدين نضيف البازيليا ورا ما نسلقت والجزر، نحمسهم شويه ويا البصل هيجي، ونضيف اللحم اللي سويناه هسه. خلاص هاي الحشوه خلصت، بقى هسه اللحم القطع الكبار هسه راح نسلقها. وهنا أنا عندي لحم بقر وغنم سوا بيهم عظم، راح أسلقهم ويا شوية بهارات مثل حب الهيل والكبابة والفلفل الأسود، شوية أحمسهم بالبداية وبعدين أضيف المي. هاي زايدة هاي الخطوة، إذا ما تحبوها ما لازم، بس أنا حبيت أستفاد من المي مع اللحم، وطيب اللحم بيجي أكله فضفته. تقدرون تستغنون عن هالخطوة. أريده يغلي زين، تقريبا راح يستوي. يلا أضيف الملح، حتى إذا ضفتوه بالبداية ما يستوي بسرعة اللحم عندكم. أريده يستوي تماما بحيث أقدر أشيل العظم من أضيفه باليقطين، يعني هيجي. وأصفي الماي مالته حتى أطبق الرز بيه. هو هذا اليقطين هيجي كبيرة، حبة كل كبيرة هاي، غسلتها بالصابون نظفتها. وهسه دا أسوي فتحة حتى أدخل الأشياء اللي أريد أحشيها، ولازم تكون مائلة السكين حتى القبغ مالتنا يقعد عدل هيجي، تشوفون مائلة. وبعدين كملت بالسكين الصغيرة أو المنشار يعني حتى أسهل لنا. شوفوا هيجي شلناها، سوينا لها غطاء، نشيل اللب كل هذا البزر يعني الحب الجوا. أول شي نبدي بالسكين نحفر، يسهل المهمة علينا، ولو كانت صعبة علي إيدي صغار ما قدرت. أنا نصيحة الرجال قولوا له تعال ساعدنا وبس تاكل. المهم بعدين نكمل بالخاشوقة، إيدي صغار يعني بالقوة بالقوة هيجي. أنا يعني صحته ما فاد، ما أعرف شلون يسويها. المهم شي كمل كله طلعه، هذا لتب وهذا الحب غسلوه، اني راح احمسه. شوفوا هيجي شلون حلوه من جوا، غسلتها من جوا، ما اعرف ليش غسلتها بس غسلتها. زبده راح امسحها من جوا بالزبده كلها، طرينا وتنطينا طعم طيب كلش للقرع من جوا. البهارات اللي راح استعملها، راح استعمل دارسين قرفه كلش ترهم ويا هاي يعني بالقرع، كلش طيب يطلع. هذه نوعية من البهارات، دارسين قرفة يسموها، فلفل أسود شوية، بعدين
بعدين ملح، انتو خلوا بايدكم ملح، ترى طلعت شوية القرع فاهي يعني من اكلنا، يراد له شوية لخ ملح، فبايدكم خلوا شو ما سويت للقرفة والفلفل الاسود. هنا الرز انا نقعته قبل ربع ساعة وراح اغسله زين، مستعملة حبة قصيرة رز، حبة قصيرة تقدرون تستعملون بسمتي يصير مرتين ثلاثة غسلوه. خلاص حضر، هسه شوية من هاي الحشوة مع البازيليا واللحم وهاي خليتها ويا زيت، كمية فد ربع كوب زيت، هذا المي مال اللحم اللي سلقت، هذا اللحم مال العظم ماكو، إذا كوبين تمن كوبين مي لحم، ضفت شوية كبابة وزعفران مطحون، وراح أضيف طبعا هسه ملح شوية لخ، صح ضايفة واني دا أسلق اللحم بس شوية يحتاج بعد، نحرك وأشياء أخرى مثل الدارسين، فدعوا الدارسين راح أضيف وشوية هيل، نخلي دي يغلي زين وبعدين نضيف الرز غلا. هذه النوعية حبة قصيرة، ما يراد له يعني الرز إنه ينحمس على النار، نحرك خليه طبعا هسه ينشف المي مالته، ما اريد يتهدر، اخليه يتهدر بالنص اليقطين يعني ينطبخ نص طبخة. خلاص ما خليته يتهدر، راح اشيل كل هاي البهارات الحب، الكبابة والهيل قبل ما ادخله جهال شوية ضجون من الطعم مالي، هذه تجي بحلكم شيلوها كلها بعدها حار، مو مشكلة حار تضيفوا عادي يصير. هنا أنا راح نضيف الرز طبقات، رز وحشوة رز وحشوة، تقدرون ما تخلون أصلا لحم ولا هاي، بس خضرة الفيجيتيريان نباتيين يصير همينة، كلش أكلة طيبة. مكان اللحم خلو حمص وأكو بازيليا، فهاي اشياء تعوض عن البروتين، بس احنا شلون احنا لازم لحم بالنص طبقات، شلون بدا تشوفون ها هيجي الرز، ما اعرف ذكرت انه كان كوبين كوبين، والمي كان كوبين همينة مال لحم اللي سلقنا بيه هاي القطعة الكبيرة مال لحم، حشوة هواية شوفوا كميات، طبعا تحبوها ما راح احددكم في الكمية، المهم تدرس القرعاية هيجي. نضيف اللحم، انا شلت العظم لان ماكو مكان، يعني ماكو مكان شو تسوي، فشلت العظم، اضيف ربع كوب او اقل مي هيجي حتى الكل، لان تمني راد يستوي شوي الاخ يعني الرز. هذا القبق شوفوا شلون قبق سويت، اي نجيب الزبده ذايبه نمسح نمسح تنطين اللون الذهبي الحلو، بعدين هسه تشوفون الصينية جودة، تشوفوا هاي صينية فافون جواها ألمنيوم، ما أعرف ليش خليت ألمنيوم لأن أول مرة دا أسويها هاي الشغلة، الاحتياط واجب يعني، كلها بعدين هم من جوا، باقي شوية زبد خلينا نخليه حرامات. أها يلا كشخة كشخة، هاي شنو يا هسه عدلت. نضيف شوية ماي بالقاعية مال هاي التبسي مال، حتى ما أعرف ليش خليت ماي ما أعرف، بس احتياط أحسن. هسا درجة أول نص ساعة راح أخليها على 400 فهرنهايت، 200 مئوية أريدها تتحمر بالبداية، شوفوا راح أخليها على 400 أول نص ساعة، شوفوا شلون تحمرت. هسه رجعت نزلت الدرجة على 350 فهرنهايت، 180 مئوية لمدة ساعة ونص، وباع المنظر
يعني أخذتلها ساعتين بالضبط بالفرن، أول نص ساعة على 400 فهرنهايت، وبعدين على 180 ساعة ونص. واو جمال. شلون نعرف استوت؟ يعني شلون نعرف؟ تفوت السكينة بسرعة هيك، شوفوا بينت انه استوت. هسه نبدي الخطوة المهمة والحلوة، نقطع اليقطين. بعد شلون السكينة تفوت بسرعة يعني مستوية حاضرة، يعني خلوها في الصينية حلوة مال تقديم. شلون همناه؟ الله الله الله، لا لا لا، تجربة حلوة كبداية يعني وانتو وياي. اها يلا نفتح. حارة حارة، الله الله جمال المنظر يا جماعة، لازم تجربوها. اللحم هواية، يلا ما يخالف، انتو لا تخلون مقدي لحم، خلو اقل. شنو هاي بداعة؟ يلا إن شاء الله هذا الفيديو عجبكم، لا تنسوني إذا عجبكم سووا لي لايك حبابين. الله الله الله، حارة وياها طبق سلطة جميل. الله باعوا الرز يخبل. يلا روحوا سووها، مع السلامة.